السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بياكيا من سيرفر 49. هتكلم النهاردة عن فيديو اتسألت عليه بقالي شهور كتير، وانا اسف ان انا بتأخر في الفيديوهات العربي، بس والله مشغول جدا، يا دوبك بخلص فيديوهات الإدارة بتاعت الانجليزي، بيكونش عندي وقت ما بين شغلي الاساسي وشغلي التاني والبيت، فدعواتكم معايا يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اوفق ما بين البث وما بين ان انا اعمل فيديوهات بالعربي. هنتكلم عن مسيرة النار بجلجامش، هبوظ شوية التشكيلة ممكن بتاعة العنكبوت، دي عاملها للعنكبوت من المسمى بتاعها، وهنعمل هنا مسيرة نار بجلجامش. طبعا مسيرة نار بجلجامش استخدمها لو هي مسيرة تانية، لأن المفروض لو أنا عندي مسيرة أساسية هتكون كورش ويليام وهيبوليتا، تمام. أما لو أنا هستخدم مسيرة النار كمسيرة تانية، طبعا مسيرة النار كمسيرة أساسية هستخدم كورش أو هستخدم أشوكا لغاية لما أجيب كورش، لو أنا لسه معيش كورش. يعني بالنسبة لي يا أشوكا لغاية لما أجيب كورش، يا إما بعد كده أحط كورش، لو أنا معايا كورش من البداية هحطه على طول. حد يقول لي طب ما ينفعش ألعب بأشوكا كمسيرة نار أساسية؟ يعني أنت هتلعب بيها في الموسم الأول، تمام. الموسم التاني ممكن شوية، في الموسم التالت لأ. ليه؟ يعني خليني نوضح برضو قوة مسيرة النار بتكمن في وشتيان والضربات الفتاكة، ومعدل الضربات الفتاكة، فاحنا بنحط لها مخطوطة معدل الضربات الفتاكة، فبنحتاج ان كل مسيرة تخدم على وشتيان، كذلك مخطوطة ويليام، وويليام بيخدموا على وشتيان، كرش بيخدم على وشتيان بالمهارة بتاعته. احنا اساس مسيرة النار وشتيان. لو انا هحط يعني وشتيان ومعاها ناس تانية هيبقى عشان يخدموا عليها، ده بالنسبة لكورش ويليام وهيبوليتا. طب ليه بقى ممكن نلعب فيها في الموسم الأول والتاني التالت لأ، أو الغزو لأ من غير كورش يعني بأشوكا؟ ده لأن إحنا لو فتحنا الموهبة ونزلنا تحت شوية هنلاقي في حاجة ما كانتش مفتوحة في الموسم الأول، أعتقد بتبقى آخرها لغاية هنا، بعد كده بنفتح المواهب الجديدة، ألا وهي زيادة صمود الأبطال، وهتزيد بنسبة 30%. صمود الأبطال كده بيزيد بنسبة 30%. كذلك عندنا لو فتحنا الأكاديمية ودخلنا على الأكاديمية الشق بتاع الأبطال، لأن إحنا عندنا هنا أبحاث، أنا طبعا يعني لسه ما كستهاش، قربت أمكسها، الأبحاث بتاعة معدل صمود حاملين الرماح، معدل الكود دي حاملي الأسهم في الرماح، المفروض دي حاملي معدل صمود حاملي الرماح، دي غلطة مطبعية اعتقد ان هي غلطه. المفروض ان دي معدل صمود حاملي الاسهم، ومعدل صمود الفرسان، معدل صمود حاملين الدروع، ومعدل صمود حاملين الرماح. ممكن ناخد سكرين شوت دي عشان نبعتها للاداره، عشان دي غلطه مطبعيه يبقوا يصلحوها. وعندنا بالنسبه دي كده معدل الصمود بالنسبه للابحاث، وعندنا معدل صمود تاني بيجي من مواهب اللورد، وعندنا بقى معدل صمود تالت بيجي من التنين، فمقدار الصمود بيزيد بكذا طريقه. عندنا المخطوطات بتزود معدل صمود ومقدار صمود، عندنا مواهب اللورد، عندنا الابحاث بتزود مقدار الصمود، في حاجات كتير قوي بتخلي مسيره النار بتاعتي كل اعتمادها الكلي على الضربات الفتاكه، وفي نفس الوقت كل الابطال التانيه وكل المسيرات التانيه بتزود معدل الصمود. طب ايه الحل بتاعي؟ الحل بتاعي ان انا استخدم يا اما كرش، ويفضل ان انا استخدم طبعا كرش مع ويليام وهيبوليتا، او ممكن استبدل هيبوليتا بتراجان، طبعا انا معيش تراجان دلوقتي، الناس اللي بعد كده هتبني سينديوك دي حاله خاصه خالص، احنا كنا بنتكلم على لو النار مسيره اساسيه، وهتلاقي فيديو على الشانل بتاعتي لو هستخدم النار كمسيره اساسيه. بس في حالتي هنا بتكلم على مسيره النار كمثلا كمسيره تانية، فنقدر نستخدم فيها جلجامش بدل كرش، وفي الحالة ديت احنا لو معانا الإبادة لازم احطها، والمطاردة لازم احطها على وش تيان. هنا اعتقد انت مش فاتح مفكك التعويذ، لو فتحها تمام، لو مش فاتحها حط نوفا النار. بالنسبة لويليام ممكن نستخدم زي ما هو كده عليه إرادة القتال، الحقد، وعليه كبح الطاقة. عندنا الضعف على هيبوليتا، انا هنا كنت مستخدم نفس الموت، نستخدم رعد السماء مؤقتا. على جلجامش طبعا انا هقول على مهارات، انت مش شرط المهارات دي تكون مستخدمها،
فاتحها قصدي، زي مهارة السنايبر أو القناص، أو ممكن تكون اسمها القنص بالعربي، قناص اهي. القنص، أو عندنا لو أنت فاتحها طبعا من الكيفي كي، لو مش فاتحها وعندك مهارة زي مهارات، لأن أنا في ناس كتير أوي اشتكت لي إن هما بيبقوا فاتحين مهارات أنا مش بتكلم عليها، رغبة في الحياة برضو المهارة دي ممكن تقدر إنك تستخدمها، يبقى رغبة في الحياة أو القناص مع الغضب ونفس الموت. طب أنا لو ما عنديش القناص أو الرغبة في الحياة، ممكن أستخدم الغضب ونفس الموت فقط، وممكن نبدأ نحط هنا مثلا المقاومة، ونبدأ نشوف هيبوليتا تاخد إيه. كده كده هيبوليتا عندها الضعف، ممكن نبدل المقاومة عشان نحط 3 هالات بدل هالة واحدة. فاحنا أنا بالنسبة لي بحب ألعب بمباركة الغضب على مسيرة النار. طبعا لو انت مش بتلعب مسيرة الميكس، يعني لو انت عندك مسيرة الميكس مسيرة أساسية، هتبقى مستخدم فيها مباركة الدفاع ومباركة السرعة ومباركة الحرب. طب لو انت مش بتستخدم مسيرة الميكس كمسيرة أساسية، هتلاقي عندك مباركة الحرب فاضية، فتقدر تستخدمها على مسيرة النار وهتبقى حلوة. أو لو انت حابب تخلي المسيرة بتاعتك دفاعية شوية، تقدر تحط عليها حارس أوكن، يبقى انت بتستخدم حارس أوكن والمقاومة مع كبح الطاقة واتنين هالة اللي هما الحقد والضعف. كده دي مسيرة النار كمسيرة ثانوية. طبعا لو انت مش عايز تستخدم حارس اوكن، او لو بتستخدم حارس اوكن في مكان تاني، فتقدر نحط المقاومة هنا على هيبوليتا. طبعا انا بوريكو كذا شكل للمهارات، لان انت ممكن تكون فاتح حاجات تانية غير اللي انا فاتحها. لو انت عندك هالات زيادة، خصوصا زي هالة المأوى، هتكون مفضلة اكتر، ان هالة المأوى بتخليك بالانجليزي جاية معايا كلمة سستين، يعني بتحاول على قد ما تقدر ان انت ما تموتش بسرعه، او الفايلك بتاعك يحاول يصمد، دي الترجمه الحرفيه بتاعتها، يصمد لاكبر وقت ممكن. لان انت لما بتستخدم جلجامش بتفقد عنصر من عناصر البف، او من عناصر التقويه اللي انت بتاخدها، من ال3 عناصر اللي انت بتاخدهم هنا. لو انت استخدمت 3 من نفس العنصر، بتاخد 20% دفاع بدني ودفاع سحري. لو بتستخدم 4 فايلات من نفس العنصر، بتستخدم بيجي لك تقوية 20% هجوم بدني و20% هجوم سحري. أما لو بتستخدم 5 من نفس العنصر، التقوية بتبقى 10% قوة سحر. فاحنا عشان بنستخدم جلجامش بدل أشوكا أو بدل كورش، فبنفقد التقوية الأخيرة الثالثة بتاعة 5 من نفس العنصر. وبكده ده يكون الشكل النهائي لمسيرة نار بجلجامش. لو أنت حابب تشيل من عليها حارس أوكن، لو أنت بتحطها في المسيرة الأساسية بتاعتك، لو انت المسيره الاساسيه بتاعتك مثلا ميه، طبعا انا مش بفضل ان انت تستخدم ميه مع نار في مسيره اولى وتانيه، عشان المهارات زي الاباده والمطارده والنوفا. لو انت مسيرتك الاساسيه ميكس او برق، ومستخدم عليهم حارس اوكن، فانت ممكن ما تستخدمهاش هنا، وتستخدم مكانها مثلا تلعب ب3 هالات. لو انت النار بالنسبه لك عادي، ممكن تحط عليها حارس اوكن، والمسيره الاساسيه بتاعتك مش محتاجه حارس اوكن، ممكن تشيل المأوى او تشيل الهاله الثالثه، اللي هي لو انت مش حاطط مأوى حاطط هاله تانيه، ممكن تستخدم في حارس اوكي. بس هالة زي الضعف وهالة زي الحقد ما ينفعش ما يتحطوش على مسيرة النار. كذلك كبح الطاقة والمقاومة، لو انت بتلعب بمسيرة النار ضد الظل او ضد المية، خصوصا برضو ضد الارض لو فيها كليوترا، يبقى ما تشيلش كبح الطاقة او برضو المقاومة، عشان لو بتلعب بالنار ضد مسيرة نار تانية. كده شرحنا معظم الحالات ضد كل المسيرات الا مسيرة الميكسد، لان مسيره الميكسد يعتبر هي كاونتر شويه، فاحنا مش هنعمل مسيره نكاونتر بيها الميكسد بمسيره النار. لو عايزين نكاونتر الميكسد، هنكاونتره بارض، او نكاونتره بمسيره برق، او ممكن ميه بفيها 2 دفاع خط امامي. بس احاول ابعد مسيره النار بتاعتي على انها تلعب ضد مسيره الميكسد لو انا مش حاطط حارس اوكن. وكده اكون خلصت الشكل الاخير لمسيره النار بجلجامش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.